دولة مدنية دستورية يحكمها دستور، وهذا الدستور كفل لحريتي، الحرية مكفولة، وكذلك المساواة بين الذكر والأنثى. الجلوس على الأرض هو نوع من أنواع الاعتصام أو أنواع تعبير عن الرأي أو إيصال رسالة للمجتمع. فكرة اليوغا هي كانت فكرة، مجرد فكرة رمزية، لأن منها انطلق قضية تدخل النائب من مجلس الأمة بحريات الأفراد الشخصية اللي كانوا حابين ينظمون الرحلة أو شنو ما كانت القضية.